بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن Diagnosis of the Second Common Neurodegenerative Disease اللي هو الباركنسونز ديزيز. طبعا معروف ان الفيرست كومون نيوروديجنراتيف ديزيز هو الالزهايمر ديمنشيا ديزيز. كلامنا عن الدياجنوزيس اوف باركنسونز ديزيز هو باختصار كلامي عن البرين بانك كرايتيريا اللي هي عملتها اليونايتد كينجدوم باركنسونز ديزيز سوسايتي، ودي اهم كرايتيريا في الدياجنوزيس اوف باركنسونز ديزيز. الباركنسونز ديزيز بيقع تحت الامبريلا اوف باركنسونيزم، والباركنسونيزم بينقسم في الاساس الى اربعه جروبس. الجروب الاولى هي الايديوباثيك باركنسونز اللي هي اسمها الثاني باركنسونز ديزيز. الايديوباثيك باركنسونيزم هو الباركنسونز ديزيز. والباركنسونز ديزيز فيه منه تو تايبس، الجينيتك كيسز والسبوراديك كيسز. رقم 2 اتيبيكال باركنسونيان سيندروم، ودي بيتضمن عده سيندرومز منهم المالتيبل سيستم اتروفي، البروجريسيف سوبرا نيوكليار بولسي، كورتيكو بيزال سيندروم. رقم 3 هيريدو ديجنراتيف باركنسونيزم، وده بيكون بالإضافة للباركنسونز فيتشر موجود معاه other neurological manifestation. يعني لو تلاقي العيان عنده باركنسونز فيتشرز معاها بيراميدال manifestation، عيان عنده باركنسونز فيتشرز ومعاه سيريبيلر manifestation. من الأمثلة على الهيريدو ديجنراتيف باركنسونيزم BLA2/6 associated neurodegeneration، acerulo-plasminemia، X-linked dystonia باركنسونيزم، and spinocerebellar ataxias. اخيرا رقم 4 secondary باركنسونيزم اللي هي بيكون في clear etiology للباركنسونز فيتشرز زي drug induced، عيان بياخد انتي سايكوتكس 4 years، فتلاقي بعد فتره تطلع عليه باركنسونيان فيتشرز. عيان عنده فاسكولار بروبلم، يعني عنده مثلا ستروك ممكن يحصل عنده باركنسونيان فيتشرز. عيان كان في انفكشن دخل في انكيفاليتس. عيان عنده اميونولوجيكال ابنورماليتي، بياخد توكسيك سبستانس او بيتعرض لتوكسيك سبستانس، معرض لتروما زي البوكسرز، او في ميتابوليك ابنورماليتي. دي السكندري باركنسونيزم. اليونايتد كينجدوم باركنسونز ديزيز سوسايتي برين بانك كلينيكال دايجنوستيك كرايتيريا، دي اللي بيعتمد عليه في الدايجنوزيس اوف باركنسونز ديزيز، ودي بتتكون من 3 ستيبس. الستيب رقم 1 انها لازم اقدم ايفيدنس انه في برادكينيزيا معها اذر مانيفيستيشن زي الريجيديتي. الستيب رقم 2 اعمل اكسكلوجن للمانيفيستيشن او للديزيز اللي ممكن اللي هي مش معتبقى موجوده مع الباركنسونز ديزيز. الستيب رقم 3 الاسوشيتد فيتشرز. ندخل في الستيب رقم 1 establish the presence of bradykinesia، والبرادكينيزيا هي لها مصطلحات تانية اكينيزيا هايبوكينيزيا، فكلهم يعني مقاربين لبعض. البرادكينيزيا هي ايه؟ slowness of initiation of voluntary movement with reduced speed and amplitude of movement and or loss or decrease of automatic movement زي الارم سوينج. بلس مع البرادكينيزيا لازم يبقى موجود at least one من الثلاثه دول اللي هما الريجيديتي، والريجيديتي بتاعت الباركنسونز اللي هي الكوبويل ريجيديتي بيبقى معاه 4 to 6 هرتز ريستنج تريمور، ومع تبقى طبعا يونيلاترال
في الغالب يعني دوميننت يونيلاترال 4 الى 6 هرتز ريستنج تريمور. رقم 3 بوسترال انستابيليتي، العيان مش قادر يعمل كنترول للبوسترال بتاعه. بس الحالة دي اللي هي البوسترال انستابيليتي لازم اتأكد ان الفيجن انتاكت، ان الفيستيبولار سيستم انتاكت، اتأكد ان السيريبيلم انتاكت والديب سنسوري سيستم انتاكت. لو هي الحاجات دي مش انتاكت فالبوسترال انستابيليتي بطلعها من القصة. لازم البوسترال انستابيليتي في وجود انتاكت فيجن، انتاكت فيستيبولار سيستم، انتاكت سيريبيلم اند انتاكت ديب سنسوري سيستم. الستيب رقم 3 رقم 2 اعمل ايفالويت اكسكلوجينري كرايتيريا فور دايجنوزيس اوف باركنسونز ديزيز. الحاجات اللي هنقولها دلوقتي لو هي موجوده دي بتنفي وجود الباركنسونز ديزيز فلازم اعملها اكسكلوجن. لازم اتاكد من ابسنس اوف، ابسنس من التسعه دول، ريبيتد ستوك وده بتاكد بيه بالهيستوري والايميجنج. مع الريبيتد ستوك الباركنسونز فيتشر ما تبقى ستيب وايز بروجريشن، كل فتره العيان يحصل سادن ديتيريوريشن، سادن ديتيريوريشن. رقم 2 ريبيتد هيد انجري، لازم يكون العيان في وش ريبيتد هيد انجري، مش كل شويه بيتخبط في راسه او بعيان بوكسر، الجماعه اللي بيلعبوا بوكس. ديفينيت انسيفالايتس بالايميجنج برضه بالهيستوري. النيوروليبتيك تريتمنت اللي هي دراج انديوس باركنسونيزم، لازم يكون عيان ما بياخدش نيوروليبتيك دراجز. رقم 5 دي مهمه، اني بيريد اوف سستيند ريميشن. الباركنسونز ديزيز ده بروجريسيف ديزيز، مع مرور الوقت العيان بيديتيريوريت، كل ماله ما بيسوء بيسوء بيسوء. في فترة من الفترات تلقاه ممكن يحصل ستيبل، العيان حالته تبقى ستيبل او في مايلد امبروفمنت، لكن انه يحصل سستيند ريميشن دي من الحاجات اللي مش مع الباركنسونز ديزيز. رقم 6 اعمل اكسكلوجن للاوكيلوجايك كرايسيس، ده ما يبقى موجود مع الهايبرثايرويديزم، لازم اتاكد انه ما عندوش اوكيلوجايك كرايسيس. Early severe involvement of the autonomic nervous system، لازم اعمل strict evaluation and meticulous evaluation للautonomic nervous system. ولو هو العيان فيه prominent autonomic impairment فده ما يبقى مش مع الباركنسونز ديزيز. Early رقم 8 early severe dementia، الديمنشيا ما تبقى من الفيتشرز اوف باركنسونز بس ما تبقاش early وما تبقاش سيفير، ما يبقاش مع العيان سيفير ميموري امبيرمنت او لانجوج امبيرمنت وما يبقاش معاه ابراكسيا. ولازم اتاكد ان العيان ما حصلهوش اكسبوجر للسبستانس ام بي تي بي. النقطه الثانيه الفايندينج اوف، وجود الحاجات دي بينفي الباركنسونز ديزيز. ستريكت يونيلاتراليتي فيتشرز افتر 3 ييرز، زي ما قلنا العيان مثلا الريستنج تريمور ما تبقى في الاول يونيلاترال، البروميننت يونيلاترال، ممكن مثلا تبقى تريمور في الرايت هاند، ريستنج تريمور اوف رايت هاند، والليفت هاند ما فيهاش تريمور تمام، لكن بعد كده التريمور في الليفت هاند ما تظهر وما يبقى في الرايت هاند اكتر من الليفت هاند ففي اسيمتري. لكن لو العيان بعد 3 سنين في ستريكت يونيلاتراليتي فده مش مع الباركنسونز. الحاجه الثانيه نيجاتيف ريسبونس تو لارج دوز اوف ليفودوبا، الباركنسونز ديزيز ما يستجيب للليفودوبا، فلو احنا زودنا الليفودوبا الهاي دوزز وما حصلش ريسبونس فده مش مع الباركنسونز ديزيز. ولازم طبعا في الحالات دي اعمل اكسكلوجن للمال ابزوربشن، لان العيان ممكن يبقى عنده انا بديله ليفودوبا 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 ويكون هو عنده مال ابزوربشن. وجود سوبرا نيوكليير جيز بولسي ده مش مع الباركنسونز. سيربيلار ساينز مش مع الباركنسونز. بوزيتيف بلانتر ريفلكس ده مش مع الباركنسون، اي عيان اعمل له بلانتر ويطلع بوزيتيف ده مش باركنسونز، لازم اعمل اكسكلوجن للقصه دي. سيريبرال تيومر
or communicating hydrocephalus on neuroimaging. طبعا neuroimaging في الـ في الايفالويشن او في الدياجنوزس اوف باركنسونز ده فيري امبورتنت، لكن هو الامبورتنس بتاعه اني اعمل اكسكلوجن للاذر كوزز زي الستروك والتيومرز والهيدروكيفالس. الستيب رقم 3 establish the presence of three or more of supportive criteria for diagnosis of Parkinson's disease. ثلاثة أو أكثر من الثمانية اللي قدامنا دول. Unilateral onset ده لازم العيان بيبقى تريمور زي ما قلنا بتبدأ unilateral أو فيها asymmetry. ومع يظل الاسيمتري لفتره طويله، يعني الاسيمتري بيبقى بيستمر مع المريض، بيبقى تريمور اكثر في اليمين او اكثر في الشمال عن الاذر سايد. ريستنج تريمور بريزنت، ريستنج تريمور دي مهمه طبعا. بروجريسيف ديسوردر زي ما قلنا الباركنسونز بروجريسيف ديسوردر ما بيحصلش ريجريشن خالص. بيرسيستنت اسيمتري وذ سيمتوم وورس اون سايد اوف اونسيت، يعني العيان اللي بدأت معاه تريمور في الرايت سايد الديتيريوريشن كل مالها ما بيزيد برضه في الرايت وبرضه تفضل في الليفت خفيفي. كلير اند ديفينيت ريسبونس تو ليفودوبا، وبنحدد الريسبونس من اليونيفيت باركنسونز ديزيز ريتنج سكيل. الامبروفمنت على الليفودوبا بيكون على السكيل ديتي بيكون 70 الى 100%، يعني بدي العيان ليفودوبا وبعمل له السكيل ده اليونيفيت انفيت باركنسونز ديزيز ريتنج سكيل بلاقي الامبروفمنت على الليفودوبا 70 الى 100%. سيفير ليفودوبا اندوست كوريا، العيان اول ما بدا له بالتريتمنت ممكن يدخل في سيفير ليفودوبا اندوست كوريا. ليفودوبا ريسبونس فور 5 years or more، ليفودوبا لما بيجي العيان نيولي دايجنوز باركنسونز ديزيز وبديله ليفودوبا بيستمر انتظامه وتحسنه على الليفودوبا وان السيمتومز بيحصلها امبروفمنت لمده 5 سنين او اكثر، لكن بعد كده الليفودوبا ما بيجيبش معاه نتيجه. الكلينيكال كورس 10 years or more، الكورس اوف ذا ديزيز 10 year or more. دي البرين بانك كرايتيريا اللي عملتها اليونايتد كينجدوم باركنسونز ديزيز سوسايتي، ودي من اهم الكرايتيريا في الدياجنوزيس اوف باركنسونز ديزيز. طبعا المآخذ على الكرايتيريا دي ان هم ما يعتمدوا على الموتور مانيفستيشن غير الاذر مانيفستيشن، فرغم انه في كرايتيريا تاني لكن تظل البرين بانك كرايتيريا هي اقوى كرايتيريا في الدياجنوزيس اوف باركنسونز ديزيز. فيا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وباذن الله الفيديوهات الجاي هنتكلم عن بقيه الباركنسونز ديزيز، هنتكلم عن التريتمنت اوف باركنسونز ديزيز وده مهم جدا جدا جدا.